السلام عليكم، وياكم الطالب عمر علي. راكب اليوم بالطيارة وجاك ألم مفاجئ وما تعرف أسباب هذا الألم. تعالوا إلى يعرفك عن أسباب هذا الألم. أنت راكب بالطيارة، الضغط الجوي راح يقل. في بعض الحالات بين حشوات موجود بها فقاعات. نتيجة لقلة هذا الضغط راح يكبر حجم الفقاعات، مما يسبب ضغط على أنسجة المحيطة وجذر السن. استمر هذه الحالة من 3 إلى 4 أيام. ينصح في مثل هذه الحالات بعدم شرب المشارب الساخنة والبارد. إذا استمرت أكثر من هذه المدة يجب مراجعة الطبيب لغير حالة.